السلام عليكم إخواني أخواتي مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم من طريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي أكادير وإمين تانوش، وبالضبط عقبة أمسكراوت الشهيرة واللي كتعتبر واحدة من أصعب العقبات الموجودة في المغرب، واللي أغلب الناس كيعرفوها من طريق السيار ولكن قليل اللي كيمر منها عبر الطريق الوطنية، واللي من خلال هذا الفيديو غادي نحاول نقربكم منها باش تاخذوا عليها فكرة. واخا الكاميرا ماكش بين الصعود والارتفاع على حقيقته، لكن الطريق فيها مناظر رائعه لعشاق الجبال والطرق الجبليه عموما. وكيف العاده كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك الى كتشوف القناه اول مره، وفرجه ممتعه.
you.